السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي الفاضل، وياكم هيثم النصراوي. طلب من عندي بعض الأخوة تطبيقات تحول الصوت إلى كتابة، شلون نقدر نسوي هذا الشيء؟ أكو هواي مواقع وأكو هواي تطبيقات تقدر تستخدمها، بس أنا أفضل شنو؟ على سبيل المثال تقدر تروح إلى المترجم اللي هو الجوجل ترانزليت وتضغط على السبيكر هنا تحكي، فهو شنو؟ راح يحول الصوت مالتك الى كتابه. خلينا هسه نطي هنا في التجربه، هنا هسه على سبيل المثال خليني اضغط على هذا السبيكر، هاي هاو ار يو، تشوفون هنا حول الصوت مالتي الى كتابه وترجم لي. اخاف واحد ما يعرف مثلا باللغه الانجليزيه ويحتاج ترجمه، ماشي، وتقدر همات باللغه العربيه. يعني خلينا هسه نحول، خلينا نشيل هذا النص واجي هنا اضغط على هذا السبيكر، مرحبا كيف حالك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي اخواتي الافاضل وياكم هيثم النصراوي. تشوفون هنا حول الكلام مالتي الى نص وبكل سهوله. هذه احد الطرق اللي انت تقدر تستخدمها. الطريقة الثانية، إذا عندك مايكروسوفت وورد حديث مدعوم، أو يعني أنت يعني مو محملة مجاني، يعني تدفع اشتراك حتى تحصل هذا الـ 365، أو مثلا الجامعة مالتك مطيتك في الحساب، تقدر تنزل المايكروسوفت الرسمي الحديث. راح تلقى اكو هنا فوق بشريط الأدوات عندك بعض الإيقونات، أحد الإيقونات اللي هي الديكتيت، راح تنقر عليها تحكي راح يحول لك الصوت الى كتابه. بينما اذا ما عندك هذا الاصدار من الوورد، تقدر شو تسوي؟ تروح الى محرك البحث جوجل وتكتب جوجل دوك، تيجي تنقر هنا على هذا اول هايبر لينك، بس تنقر عليه راح يوديك لهذه الواجهه. شنو يتطلب من عندك؟ يتطلب من عندك يكون عندك انت حساب جيميل، كلنا احنا عندنا حساب جيميل. تيجي هنا شنو تختار؟ يا اما تراي دوك فور ورك او جو تو دوكس. بما انه احنا كلنا عندنا حسابات جيميل شخصيه، راح نروح وين؟ الى جو تو دوكس، ننقر عليها. بعد ما نقرنا عليها وداني الى هذه الواجهه، يا اما اختار هنا مستند فارغ، او اختار هنا بعض مثلا اقدر ما تختار ذني التيمبلتس الجاهزه واقدر اعدل عليها. بس انا هذا مو موضوعي، موضوعي انه شنو، شلون احول الصوت الى كتابه. انقر على هذا البلانك يعني الفارغ، اجي هنا فتح لي كانما فتح لي وورد، اوكي، كانما فتح لي مايكروسوفت وورد. اجي هسه انا شنو اريد؟ استخدم الميزه البي اللي هو احول الصوت الى كتابه. شلون؟ اجي هنا الى تولز، انقر عليها، اجي هنا الى فويس تايبنج، او انقر على كنترول شيفت اس من الكيبورد مال الحاسبه، خلينا ننقر عليها. اجي هنا جاب لي هذه الايقونه، تشوفوها هذه الايقونه، هذه هسه اللي هنا جبتها. بما انه احنا كنا من بلدان عربيه، فشنو اريد؟ راح اختار اللغه العربيه. شلون؟ اجي هنا على هذا السهم الصغير، انقر عليه، اجي انزل جوا اختار اللغه العربيه. عندنا هنا هواي لغات عربيه، مثل العربيه الاردن، الامارات، البحرين، للاسف ما شفت عربيه العراق، فراح اختار العربيه السعوديه، تقريبا هي اقرب يعني لهجه او لغه لنا بالنسبه كعراقيين. وتقدر تختار اللغه العربيه اللي انت يعني البلدك، او تقدر تختار اللغه العربيه اللي هي الشامله، ماشي. خلينا مثلا نختار السعوديه. اجي هنا انا هسه خلينا اجيب الايقونه هنا، تشوفون هنا هسه تغيرت الى العربيه السعوديه. هسه شلون اسجل؟ مجرد انقر على الايقونه، اوكي، خليني انقر عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي اخواتي الافاضل وياكم هيثم النصراوي. ومن اريد انهي التسجيل انقر شنو على نفس الايقونه، وتشوفون هسه الكتابه مالتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي اخواتي الافاضل وياكم هيثم النصراوي. زين، انا هذا هسه مثلا كتبت انا فد مستند كبير، يعني مثلا اكثر من صفحه، شلون احولهن الى وورد؟ يعني شلون الم او اسوي له استيراد الى وورد؟ اجي هنا الى فايل، واجي هنا على داونلود، بعدين اجي هنا احدد شلون احمل انه الملف اللي كتبته، احمله على شكل مايكروسوفت وورد، احمله على شكل مثلا ريتش تكست فورمات، على شكل بي دي اف. انصحك اني اذا كانت عندك اصدارات حديثه او قديمه، يعني مثلا عندك اصدارات مختلفه او بعدين تغير، حاول تحمله كريتش تكست فورمات حتى تقدر تفتحه باي اصدار عندك. بس هسه انا حاليا راح افتحه على شكل شنو، او احمله على شكل شنو، مايكروسوفت وورد، اوكي.
هسه هو تحمل عدي، اجي افتحه ومثل ما تشوفون هنا هذا انا هسه حملت الحكي اللي حكيته وين جوجل دوكس، وجيت حملته على شكل هنا شنو مايكروسوفت وورد. الدور اجي هنا انا بعد اعدل عليه، اكبره اصغره، وبهالطريقه انا تعلمت شلون اقدر احول الحكي مالتي الى نص باستخدام يا اما المترجم، او اذا كانت عندك نسخه حديثه مدعومه من المايكروسوفت وورد، او تقدر تستخدم الجوجل دوكس وتحكي وحتى يحول الحكي مالتك الى نص وبعدين تحمله الى المستند اللي انت تحب تشتغل عليه. انت بالمناسبه بالجوجل دوكس تقدر هنا هم تعدل عليه، ماشي؟ يعني تقدر هنا تحدده، وتقدر هنا هم تتكبر، تسوي بولد، تزيد الحجم مالته، تختار نوع الخط هنا، ماشي؟ يعني تقدر انت تعدل عليه هنا وبعدين تحمله مثلا كبي دي اف، يعني ما يحتاج تعدل عليه بعدين، يعني انت تقدر هنا تستخدم كل شيء أونلاين، ماشي؟ وهذا كل ما يتعلق بموضوعنا اليوم، وأتمنى أنه نال إعجابكم، وأنا أشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله نلتقي بمواضيع أخرى. مع السلامة.